استاذ جاء. صباح الخير. صباح النور. لا لا مش قيام. كيف حالك استاذ؟ بس نتعرف بسرعة كده على بعضكم. أنا سمعت إن الطالب عبد الحي يوسف. مين عبد الحي يوسف؟ جيت متأخر النهاردة مدرسة؟ لا لا. طب أنا متسجل عندي إنك جيت متأخر مدرسة. ما كان عندي فكرة بموعد الحصة. طيب يعني إذا تكرر تاني التأخير هنطلب منك تجيب ولي أمرك إن شاء الله. أستاذ أيوب تأخر. الطالب أيوب الأيوب. أنت جيت متأخر بعد عبد الحي يوسف. ورب الكعبة ما تأخر. أنت إزاي؟ انت جاي المدرسه متاخر. خلاص لو سمحت مفيش احاديث جانبيه. الطالب عمر عبد الكافي والطالب راتب النابلسي دايما قاعدين جنب بعض برضه مفيش فايده. عمر انتوا اشطر اتنين في الفصل، ارجو ما تجاوبوش الا ما ندي فرصه لبقيه الطلاب. نتكلم جد بقى شويه. انا استاذكم لمده 5 دقايق بس